زي ما احنا عارفين ان عام 2022 هو عام المجتمع المدني، علشان كده في احدى جلسات مؤتمر المناخ كان في جلسة حوارية لمنتدى شباب العالم، كانت تحت عنوان الشراكة ما بين القطاع العام والمنظمات الخاصة بالمجتمع المدني، وده لحماية التجمعات اللي بتعاني من التغيرات المناخية. والجلسة كمان ركزت على التنسيق اللي بيحدث ما بين الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ المشروعات الخضراء. النهارده احنا كنا مع التحالف، والتحالف النهارده توافقنا على ان احنا نعمل بروتوكول في التعاون فيما بيننا وبينهم. عايز اقول ان المؤسسات والجمعيات الموجوده داخل ال 27 محافظه في تعاون بينها وبين المحافظات. احنا بنسمي ده طبعا، وان شاء الله هنعمل بروتوكول لمساعدتهم في ان هم يستطيعوا ان هم يحققوا خدمات لصالح المجتمع المدني، وده احنا اصلا ده في الصالح العام. ويمكن هو دي، يعني انا عايز اقول ان مجرد الفكرة نفسها وإن إعلان إن هذا العام يكون عام للمشاركة مع المجتمع المدني، دي فكرة فخامة الرئيس، وإحنا بنرحب بده، وإن شاء الله يكون بينا تعاون كبير في المرحلة الجاية. النهاردة دي جلسة كانت بتضم برضو معظم أطياف المجتمع زي كل الجلسات الحمد لله اللي ربنا كرمني بيها في كوب. يعني هو المجتمع أساس التنمية لي، أن القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني والأكاديميين والإعلام يشتغلوا مع بعض، مش بس الثلاثة لا الخمسة يشتغلوا مع بعض، لأن يعني الإعلاميين هم صوتنا وصوت المستحقين للدنيا كلها، والقطاعات التانية هي اللي بتمثل الشغل كله اللي بيحصل في المجتمع. النهاردة احنا شرفنا لو هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والصراحة يعني أنا قلت يمكن في الجلسة الوقت ده في البلد اللي عايز يشتغل هيشتغل، يعني ده الوقت المثالي، لأن احنا حتى كمجتمع مدني بقالنا فترة كل القيود اللي علينا متشالة، وبالعكس الدولة يمكن دعمانا يعني، وإحنا دلوقتي اللي بنجري عشان نحاول نمشي بنفس السرعة للسرعة الدولة بتمشي بيها. فيعني أنا متفائل جدا، ربنا الحمد لله كرمنا جدا في كوب 27، وإن شاء الله يعني العالم كله زي ما شاف مصر تقدر تعمل ايه في كوب ده يقدر يشوف برضو احنا في التنميه المحليه نقدر نعمل ايه. الحقيقه النهارده تبادلنا الاحاديث، اتكلمنا فيما يخص المشروعات الزراعيه الخاصه بالتحالف، قوافل الاغاثه، المساعدات الاجتماعيه، والحقيقه طلعنا بمجموعه من الافكار وتبادل الرؤى اللي ترتب عليها ان شاء الله احنا بصدد توقيع بروتوكول ما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنميه ووزاره التنميه المحليه.